مجلس الإدارة هنبتدي طبعاً مع مجلس الإدارة وهم بيشجعوا الفريق. علقت طبعاً وقالت مشجعون قبل أن يكونوا مسؤولين، هكذا هو الأهلي. كمان نشر محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نفس الصورة على الفيسبوك وكتب مبروك فوز فريق السلة، دايماً في انتصارات تفرح أعظم جمهور في العالم. محمد سراج كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب على تويتر الحمد لله مكسب هام على نادي الزمالك 69 70 أو 70 69 تصدر به النادي الأهلي دوري السوبر لكرة السلة، والأهم فيه هو روح وإصرار فريق النادي الأهلي، نتمناها للنهاية حتى حصد البطولة إن شاء الله. سعد سمير مدافع النادي الأهلي نشر صورة على الإنستجرام مع رمضان صبحي ومحمد هاني، وكمان كتب النيجيري جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي على تويتر لا تستسلم أبدا، الأشياء العظيمة تأخذ وقت لكي تحدث. كمان شارك إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق في هاشتاج الجمهور النادي الأهلي عنصري للأهلي على تويتر، وكتب الأهلي ملوش غير جمهوره اللي ما بيشجعش غير الكيان. كتب كمان شريف عبد الفضيل لاعب النادي الأهلي السابق على تويتر بعد إجراء محمد محمود لجراحة في رباط الصليبي بنجاح، الحمد لله على السلامة إن شاء الله هترجع أقوى من الأول. كتب رمضان صبحي على تويتر كمان الحمد لله على السلامة يا جامد. صفحة نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي نشرت فيديو قصير للاعب رمضان صبحي وكتبت كل فرد في هدرسفيلد تاون يتمنى رمضان صبحي عيد ميلاد سعيد، اقضي يوم رائع يا رمضان. ورد رمضان صبحي على نفس الصفحه وعلى صفحه هدرسفيلد تاون المنضمه طبعا حديثا لصفوف النادي الاهلي على سبيل الاعاره، قال شكرا كل شخص في هدرسفيلد تاون. كمان الديلي قال لاعب توتنهام الانجليزي فنشر صوره من الانستغرام او على الانستغرام الخاص بيه بعد ما تعرض لاصابه قويه تبعده عن الفريق لحد شهر مارس اللي جاي، كتب سافعل كل ما في وسعي للعوده في اسرع وقت ممكن، شكرا على كل رسائلكم. كمان هكتور برلين لاعب أرسنال الإنجليزي نشر صورة ليه على تويتر بعد الإعلان عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي وكتب لا توجد عقبات في الحياة لا يمكنك التغلب عليها، كانوا يومين في منتهى الصعوبة لكني متفائل وجاهز لأي تحدي، شكرا جزيلا على حبكم وعلى رسائلكم. برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي كمان نشر صورة على الإنستغرام من تدريبات الفريق وكتب عندما يكون هناك ثلج في الخارج ولكن على الأقل يمكنك الانزلاق بشياكة. كمان نشر إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة صورة على تويتر مع كيفن برينس بوارينج المنضم حديثا لبرشلونة وكتب مرحبا كيفن برينس بوارينج، استعداد لتحدي جديد في كاس ملك أسبانيا ضد منافس دائما خاص جدا. كمان برشلونة عنده مواجهة قوية النهاردة إن شاء الله قدام إشبيليا في ذهاب دور الثمانية في كاس ملك أسبانيا. اخيرا كمان نشر اسانسيو لاعب ريال مدريد الاسباني صوره من عيد ميلاده على تويتر وكتب شكرا لكم جميعا على رسائلكم وحبكم، لقد كان عيد ميلاد خاص جدا. دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل وبعد كده هينضم لنا ضيفنا النهارده استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي في اليوم السابع.